تعالى بقى نروح لفخرنا وفخر العرب محمد صلاح. وفي الفترة الأخيرة يعني ابتدت بقى شوية أصوات تتكلم على فكرة إنه هل صلاح هيستمر مع ليفربول؟ هل الوضع هيختلف الفترة اللي جاية؟ حضرتك شايف إيه؟ هقول لحضرتك عشان بس يعني الناس بتاخد إيه بالعاطفة، بس في أمور بره بيحسبوها بالعقل. يعني بزنس. يعني رقم واحد الأفضل لمحمد صلاح من وجهة نظر إنه يبقى في ليفربول، لأن كان الأفضل بعد كده كان اللاعب اللي بيبقى أفضل في العالم ويتشهر كان بيروح يا ريال مدريد يا برشلونة. دلوقتي الوضع سيء بالنسبة لهم، لا ريال مدريد ولا برشلونة ولا الدور الأسباني خالص. يعني الله يرحم الدور الأسباني بكل أمانة بعد للأسف الشديد وميسي الدوري مات تماما تقريبا، يعني بقت ماتشات ودية تقريبا. يكفي إن أقول لك إن الدور الأسباني عامل زي ما نكون احنا ريال مدريد واتلتيكو مدريد وبرشلونه بيرموه على بعض، لا خد انت، لا خد انت، لا لا خد انت الليجا ومحدش بصراحه يعني. فطبعا لا، فما يروحش، هيروح فين؟ هيروح الدور الايطالي اقل من الدور الانجليزي، الدور الفرنسي ده اقل من كله، الالماني ما بر منك وشكرا. فانت خليك في الدور الانجليزي. الدور الانجليزي بصراحه في الفتره الاخيره هم ثلاث فرق اقوى فرق في العالم، مانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي. انت في ليفربول خلاص الموضوع انتهى، زائد ان انت بتكسر وبتحطم ارقام طول الوقت سواء في الدور الانجليزي طبعا. او كلاعب افريقي او في مع ليفربول، فخليك انت اوريدي ناجح طبعا. في ده نيجي بقى للجزء الثاني، وجهه نظر ليفربول. محمد صلاح هينتهي عقده بنهايه الموسم القادم 22-23، هيكون محمد صلاح ساعتها 31 سنه. عشان يجي يجدد له 3 سنين على الاقل هيبقى 34 وبرقم سنه. يا استاذ محسن هيبقى يمكن الاعلى وقتها. ما انا جاي لحضرتك 34، انت دخلت في الثلاثينات ازاي يجدد له؟ هو كان مثلا كان اعلى راتب في الدوري الانجليزي كان كريستيانو رونالدو 480 الف استرليني في الاسبوع، صلاح 220 تقريبا. فهو عشان يسويه باللي طب انا عشان اسوي اعمل كده لصلاح، ما هو مش هيعمل لصلاح بس، هيعمل لكل اللعيبه. ما هو ماني هيطلع، فيرمينو ما اعرفش 180 الف استرليني في الاسبوع هيعلى برده، كل الناس دي هتعلى كل واحد مش اقل من 200 الف استرليني في الاسبوع. ده رقم ضخم جدا يرهق ميزانيه ليفربول مع لعيبه هكون تخطط هم اوريدي تخطوا 30 ساعتها، يعني مش دلوقتي. هيكون تخطط 30 فيروح في حته ثانيه، يجيب منين كل ده؟ فهي الناس هنا بتقيسها بالعاطفه شويه. لا صلاح الافضل طبعا الافضل، لكن هو مش بيحسبها على دلوقتي، هو بيحسبها طب ماشي على بس سنتين. حاجه و30 او ايرلي 30 ده مش شغال حاجه مش وحش. يعني احنا بقول لحضرتك هم في حساباتهم دي، لان هو مش بيحب، ما هو اكيد بيحب صلاح، لكن وقت التجديد باعتبارات اخرى بتحكمه، السن، العطاء. بس دي سيناريوهات شبه سيناريوهات كريستيانو رونالدو وميسي. شوفي فانا مش شايفه يعني وميسي في حته تانية. لا ليه في حته تانية؟ هقول لحضرتك في حته تانية ليه. موهبه ميسي هي الموهبه الاعظم في العالم في الفتره الحاليه، موهبه، ده راجل موهوب. رونالدو مش موهوب زي ميسي، ولكن طول الوقت بيشتغل على نفسه طول الوقت. يعني انا اتذكر لما رحت ريال مدريد وكان رونالدو موجود، قالوا بيجي بدري ساعه قبل التمرين يقعد يتدرب قبل اللعيبه، يعني هو يعني طول الوقت بيعمل ده. يعني مثلا ايه، ان كان مرهق بعد التمرين بينام في النادي، ما حدش بيعمل كده، ما حدش بيعمل كده. يعني لعبتنا بيروح اصلا متاخرين بشكل عام يعني، لكن هو حريص طول الوقت يعمل ده، يجدد ده، يجدد ده، بيعمل ده. عشان كده تلاقيه الاكثر مثلا. انا بتكلم عن الموهبه اللي هي مختلفه، الموهبه اللي هي اعلى من احنا مش عايزين نظلم صلاح من العادي. ما هو عشان كده انا بقول لحضرتك انا بتكلم عن المواهب دي او الليفل ده من الموهبه الكرويه. بس اقصد الناس دي 10 سنين على القمه، فمش هاجي النهارده. هو قدم كتير، قدم كتير صلاح. ما فيش ماتش تقريبا بينزله غير لما يا اسيست يا جول. وهيبان تاثيره هو وساديو ماني على ليفربول. اكيد النظره خلي بال حضرتك من حاجه برده، ما هي لو ليها حسابات، ما برده النادي لازم يبقى ليه حسابات من فكره ايه. يعني برشلونه بعد ما ميسي مشي هو عنده ازمه اقتصاديه. ليه؟ لان هو عنده لاعب كان اصلا الناس بتيجي عشانك. طيب ما ليفربول نفس الكلام مع محمد صلاح. انت اصلا اللي رفعك ده من ضمن الحاجات اللي بالظبط ده من ضمن الحاجات اللي يقعدوا لما يجي يجدد مع صلاح بيجي له تقرير السن، البيزنس بتاعه بره، المبيعات، المجات، التيشيرتات، مش عارف ايه، كل الاحصائيات، كل ده البيزنس بتاعه ايه، ازاي الرانكينج على الـ على الـ على السوشيال ميديا، على الـ على اليوتيوب، على الجوجل. ده انا عايز اقول لحضرتك المتابعه بتاعتنا الفتره اللي فاتت كنا بنتكلم برضو في الملف ده، وكان في ناس عامله استطلاع عن اراء الناس عن على تويتر تحديدا، بيقول لك انت الحق جدد اصلا لصلاح. يعني الناس كانت بتطالب الجماهير بتاعت ليفربول كانت بتطالب النادي ان هي يلحق يجدد وبالرقم اللي هو كمان عايزه. هم هيجددوا بس هم يعني ايه في النهايه بتحكمهم بعض الامور. يعني ايه هيهدى نفسه؟ يعني ما هو النهارده مانشستر يونايتد بيدفع ثمن انه جدد او تعاقد مع رونالدو وهو فاز السن، والفريق مش بيدفع الثمن. يعني الفريق طبعا هو رونالدو يعمل ايه لوحده؟ الفرقه كلها ما يقدرش لوحده طبعا، اكيد ورقم مبالغ فيه جدا، بس هم داروا على بعض عيوبهم، كان عندهم عيوب كتيره. هل